اوعى تفتكروا ان التمن ده بسيط. بدمهم وبارواحهم البلد بقت بلد وبقت صامده وقويه وبفضل الله قادره. وربنا يجمعنا بيهم او يجعلنا منهم. صباح الخير عليكم مشاهدينا الاعزاء، صباح الخير على كل شهداء مصر، صباح الخير على كل الدماء التي راحت نتيجه فداء لهذا الوطن وتضحيه لهذا الوطن. اذا مشاهدينا الاعزاء هذه اولى جولتنا الاخباريه لهذا اليوم الاربعاء 29 من مايو لعام 2019، ونبداها بالخبر الرئيسي، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحيه اجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل، وذلك بعد ساعات قليلة من تسلم المخابرات المصرية الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي علي من الجيش الوطني الليبي. وكتب الرئيس على حسابه على تويتر تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائما صقورا تنقض على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين، فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامة أراضيه، مضيفا تحية وسلاما على من كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم. وشدد الرئيس على أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل استرجاع حق كل شهيد مات فداء للوطن. هذا وتسلمت المخابرات المصرية من الجيش الوطني الليبي الإرهابيين هشام عشماوي وبهاء علي علي أبو المعاطي وفقا لاتفاقية التعاون القضائية الموقعة بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة إلى ليبيا. وترأس عشماوي أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة الليبية، ونفذ عددا من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي مصر وليبيا، وأقام الجيش الليبي بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا هاتفيا سياده اللواء سمير فرج مدير اداره الشؤون المعنويه الاسبق. سياده اللواء نرحب بك على اكسترا نيوز وصباح الخير، وكيف استقبلت هذا الخبر وكيف شاهدت مراسم بالامس تسلم هذا الارهابي من دوله ليبيا؟ صباح الخير لحضرتك وكل الساده المشاهدين. احب اقول لحضرتك ان ده طبعا من اهم الاخبار اللي جت لنا في مجال مكافحه الارهاب الفتره اللي فاتت. بترجع أهمية هشام عشماوي إن هو كان في درنة حوالي 4 سنين لما كانت درنة محتلة بواسطة عناصر داعش الليبية، فبالتالي قيمة هذا الرجل إنه جاي ومعاه كمية كبيرة جدا من المعلومات، ودي اللي تهمنا، لأن أول حاجة هنعرف ما يعني مصادر التسليح اللي كانت في هذا الدولة، مصادر التمويل، التدريب، اسلوبه لتخطيط العمليات، مين اللي كان بيساعدهم في القصه دي؟ الشبكه بتاعتهم بتاعت المعلومات والشبكه بتاعت التنظيم نفسه دي كانت تهمنا. اسلوب دخوله الى الحدود المصريه لتنفيذ العمليات، مين اللي كان معاه هنا؟ حجم المعلومات ساعات خلال العمليات بيبقى مهم جدا انك تقدر تتتبع كل هذه الاعمال خلال الفتره اللي فاتت. محاسبته طبعا انه ادار للبلد كان متهم وأدار للبلد، ده هيتحاسب في سكه ثانيه، انما القيمه بتاعه هذا الرجل اللي معاه، القيمه المعلوماتيه تاكد انها هتضيف لنا الكثير خلال الفتره القادمه، زائد المعلومات اللي عندنا اللي احنا ناخدها منه هتطلع لنا صور كثيره كامله خلال الفتره القادمه. واظن ابسط مثال على اهميه هذه العمليه ان يطلع اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامه بنفسه شخصيا عشان يتفق على تسلم يعني هذا نقول الخائن لبلد. الحاجة الثانية ان تم التسليم ده بناء على اتفاقات قضائية بين الدولتين، وده بيتم في العالم كله، ان اي دول بتبقى يعني نقول ايه متاخمة لحدود بعض من اول يوم بتنفذ على تمضي على اتفاقيات قضائية ان اي حد يهرب من الدولة دي يتسلم، اي حد يهرب من الدولة دي يتسلم، وده عرف بيتم في العالم كله لتأمين الحدود بين كل الدول بينها وبين بعضها. وهو اتسلم لمصر بناء على اتفاق سابق بين مصر وبين ليبيا وبين مصر والسودان، كل الكلام ده بيتم بين كل الدول، حتى مثلا نقول الولايات المتحده والمكسيك عاملين اتفاق، فده عرف دولي عشان ما حدش يقول ان احنا اخذناه غلط. الحاجه الثانيه زي ما قلت النهارده قيمه يعني الراجل ده انه هيدينا حجم من المعلومات كبير جدا، هنقدر نعرف
ماذا كان يتم الفتره اللي فاتت، يعني خصوصا قعد 4 سنين في دارنا مع داعش وهي محتله دارنا بالكامل. فاعتقد انه هيكون مصدر ثمين للقوات المسلحه المصريه وللمعلومات اللي هيجيبها خلال هذه الفتره. طيب سياده اللواء، انا عايز اتكلم من حيث الشكل، ان يتم اذاعه هذا التسلم على الهواء مباشره، بالتاكيد هذه الصوره لها دلاله معينه. الدلاله طبعا احنا بنقول ايه؟ ان مصر ما بتشدش حقها. هذا الرجل نفذ كذا عمليه اغتيال في مصر واغتال العديد من الناس. فطبعا وزي ما احنا شفنا في البدايه، سياده الرئيس قال ان احنا مش هنسيب حق الشهداء، لان في شهداء وفي دم راح، وفي اطفال النهارده بتتفرج على الولد ده اللي خطط لقتل ابوه او اخوه او الزوجه اللي شافت جوزها. فالدلاله دي الاعلاميه، لان كل الناس امبارح بتقول انتوا عاملين دعايه اعلاميه كده ليه؟ عاملين دعايه اعلاميه، مصر ما بتسيبش حقها. انت فاكر يوم ما في 20 قبط ذبحوا في ليبيا؟ حصل ايه؟ في نفس الليله دخلت القوات المسلحه هدمت هذه المعسكرات، دمرتهم وخدت حقنا. وسياده الرئيس قال في البدايه احنا ما بنسيبش حق الشهداء، مش هنسيب حق الشهداء. فده كان ابسط مثال، ويعني نقول ايه، اعلام لكل الناس ان احنا في طياره طلعت، في مدير المخابرات العامه طلع وتفاوض طبقا للقانون، وتم تسليمه الى مصر عشان ناخد بطار شهدائنا اللي راحوا في الفتره السابقه. حضرتك ذكرت مرارا دور وجهود المخابرات العامه في تسلم والقاء القبض ربما على هذا الارهابي من دوله ليبيا. بالتاكيد اجهزه المعلومات لها دور كبير في مكافحه الارهاب سياده اللواء. طبعا بص، اي قرار بيتخذ احنا كعسكريين لو حتى قرار صغير لازم بناء على معلومه. لو المعلومه صح بيبقى القرار صح، لو المعلومه جالك غلط بيبقى القرار غلط، وبالتالي مش هتنجح في تنفيذه. المخابرات العامه هي اللي ماسكه الملف ده من مده طويله. والنهارده لما نلاقي اللواء عباس كامل بيطلع بنفسه عشان يتفاوض في يعني استلام هؤلاء الارهابيين الاثنين ويجوا، فده معنى كده يقول لك انه له اهميه كبيره جدا زي ما قلت في الناحيه المعلوماتيه، اهميه جدا كبيره جدا زي ما قال سياده الرئيس في البدايه، ان احنا لازم نجيب حق الشهداء اولادنا والناس اللي قاموا بهذه العمليات وخططوها ونفذوها. فده ابسط مثال لكل الناس النهارده. اعتقد ان كل ام وكل اب وكل طفل شاف ان ابوه استشهد طبعا سعيد النهارده ان مصر بتقبض على هؤلاء العناصر اللي خططت ونفذت هذه العمليه. مش بس الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني دعا مرارا الى القصاص لحق هؤلاء الشهداء الذين راحوا ضحيه عمليات ارهابيه، لكن في احد الخطابات ذكر تحديدا هشام عشماوي وقال ان مصر تسعى للقبض عليه او القاء القبض عليه وتسلمه لمحاسبته، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي حينها على ذكر كلمه المحاسبه. طبعا المحاسبه وتركب دي الحاجه رقم 3، لكن نمره 1 هنا انا كرجل عسكري المعلومات اللي هيجيبها، نمرة 2 أسر الشهداء والراجل اللي هو يعني قتل سواء ابنه أو أخوه أو أبوه، الحاجة الثالثة زي ما سيادة الرئيس قال المحاسبة، لأنه طبعا هيتحاسب وده شيء طبقا للقانون الأحكام العسكرية اللي عندها في القوات المسلحة، لأنه كان ضابط من ضمن القوات المسلحة فهيخضع لقانون الأحكام العسكرية ويحاسب طبعا طبقا للمحاكم العسكرية. لكن النهاردة أعتقد إن كل واحد امبارح ساعة ما شاف ان احنا تسلمناه حس ان مصر ورا دايما اولادها وشهدائها وبتجيب حقهم حتى لو كان بعد حين. تعرف انه اتقبض عليه من مده طبعا. ورغم ذلك فضلنا وراه لحد ما جاء مصر عشان مصر تاخد حقها من هذا الخائن اللي باع بلده وقتل اولاد الالمان. بالتاكيد هذه الواقعه سياده اللواء بتفتح موضوع التعاون الامني والتعاون الاستخباراتي بين مصر وبين اشقائها من الدول العربيه وحتى الدول العالميه. لولا العلاقات الوطيده والمتينه وعلاقات التعاون بين الاجهزه الامنيه والعسكريه في مصر ودوله ليبيا لما تم تسليم هذا الشخص، اليس كذلك؟ طبعا. بص، ده شيء معترف به بين كل الدول. حضور الرئيس السنه دي من عده شهور مؤتمر ميونخ ده كان للسلام، ده كان حاجه كبيره جدا. كان اول مره رئيس من مصر او من الشرق الاوسط الدول العربيه يحضر هذا المؤتمر اللي معمول بقاله سنين، وكان ضيف شرف واتكلم في الجلسه دي. وده كان بيبقى دايما مدعاه ان احنا كلنا نتعاون، ان الارهاب النهارده مش طايل مصر، طايل كل الدول الثانيه. فكل الدول بتتعاون بالمعلومات، لان المعلومه من هنا زائد الدوله دي زائد الدوله دي بتديك في الاخر الصوره اللي انت عايزها. فعشان كده التعاون الامني المعلوماتي
مهم جدا، وكل الدول في العالم بتفعل، والنهارده ما عدتش دوله بعيد عن الارهاب. شفت من حوالي شهر كانت وصلت الى استراليا، وكانت مناطق ما كانش حد يتخيل ان في يوم ايام هيحصلها الارهاب. يعني انا كنت برضه في جنوب شرق اسيا السنه اللي فاتت، وكانت جنوب شرق اسيا بتتكلم على ماذا، كنت حاضر مؤتمر عن مكافحه الارهاب، ولو وصل لهم هيعملوا ايه. فالنهارده اصبح الارهاب ظاهره عالميه، كل الدول بتتبادل فيه المعلومات، ومصر على اساسها وعلى راسها، لان مصر عندها جهاز كويس جدا، سواء المخابرات العامه او المخابرات الحربيه او القوات المسلحه، بتجمع كل هذه المعلومات عشان بالتالي زي ما قلت لك يتخذ القرار السليم وبالتالي تنجح. المهم طيب ست اللواء، لو حضرتك ذكرت في البدايه مدى خطوره الارهاب هشام عشماوي، لو توضح العمليات التي شارك وخطط لها هشام عشماوي، بالاضافه الى قيادته ربما تنظيم شبه عسكريه، او مش عايز اقول ميليشيا، لكن جماعه تحارب الدوله وتحارب الجيش والشرطه في مصر. بص، هو العمليات اللي احنا عارفينها خططها دي عندنا. الميزه بقى الجديده انك انت هتشوف في خلال التحقيقات دي عدد كبير اخر من العمليات هو خططها، واحنا ما كناش عارفين ان هو مخططها. ده واحد، هو اللي بيتصل بعناصر في مصر تخطط. بعد كده قلت لك في البدايه انا اكتر نفسي مبسوط النهارده ان هذا الرجل هيبقى كنز كبير جدا من المعلومات هيقدمها لنا، لان في عمليات كانت بتتم ممكن احنا ما كناش عارفين ان هو اساس التخطيط لها وهو موجود في دارنا في ليبيا، فخطط لها وبعت المعلومات وبعت الرسائل والاوامر للناس اللي هنا. فعشان كده اعتقد اليومين الجايين مصر هتنجح بصوره كبيره جدا في استكمال العديد من صور العمليات الارهابيه اللي تمت في مصر بناء على هذا الرجل، ان هو كان زي ما قالت رئيس مصر كان من اخطر الارهابيين اللي عملوا عمليات ضد مصر. كل الكلام ده هنعرفه وهنعرف تنظيماته وهنعرف الناس اللي كان بيتصل بيهم، الشبكات، التمويل، الفلوس، التسليح، العناصر اللي كانت له هنا في مصر في الفتره اللي جايه. واعتقد ان عمليات كبيره جدا قامت فيها المخابرات العامه المصريه في ان احنا نستلم هذا الرجل، وهنشوف النتائج بتاعتها الفتره القادمه. سيادة اللواء سمير فرج، مدير اداره الشؤون المعنويه الاسبق، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله. لم يكن حكم الإعدام الذي صدر بحق الإرهابي هشام عشماوي سوى تعبير عن جرائمه التي ارتكبها في المقام الأول بحق مصر واستشهاد الكثير من أبطالها. عشماوي تورط في عدة حوادث إرهابية، أول تلك العمليات هو استهداف تفجير موكب وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم في سبتمبر عام 2013، كما اتهم في عدة عمليات إرهابية كبرى مثل الكتيبة 101 في العريش وكمين الفرافرة بالصحراء الغربية، وتفجيرات ضد عدد من الكنائس ومديرية أمن الدقهلية وحادث الواحات واغتيال النائب العام هشام بركات. انضمام عشماوي لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي لم يدم طويلا، حيث بايع التنظيم داعش الإرهابي، وهو ما رفضه وانشق عنهم، مؤسسا تنظيم المرابطون المتصل بشكل وثيق بتنظيم القاعدة. وتمركز التنظيم في مدينة درنا الليبية كمقر تنطلق منه العمليات الإرهابية إلى داخل مصر، وتمركز لتدريب أعضاء تنظيمه المتطرف. أبو عمر المهاجر أحد أبرز الأسماء الحركية التي تخفى فيها عشماوي، الضابط المفصول من القوات المسلحة بسبب تبنيه لأفكار متطرفة، حيث خرج بتسجيل عام 2015 يهدد فيه ضباط الجيش والشرطة في مصر بالمزيد من العمليات الإرهابية. أعلن الجيش الليبي العام الماضي القبض على الإرهابي هشام عشماوي بمدينة درنا الليبية، والذي أصبح على رأس قائمة المطلوبين بحكم تورطه في العشرات من العمليات الإرهابية، دون أن يعلم هو وأمثاله أن كل تهديد يزيد من إصرار الدولة المصرية وأبطالها في الجيش والشرطة على مواصلة مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة. شوفوا، لما ناس بتبقى في كل أملها وفرحتها إنها تقتل، يا ترى الفرق بين هشام عشماوي إيه وأحمد المنسي إيه؟
انا بقول لكم بس الحكايه، ما هو ده انسان وده انسان وده ضابط وده ضابط، والاثنين كانوا مع بعض في واحده واحده. الفرق بينهم ايه؟ ان حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر. ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، وحد تاني عايزينه عشان نحاسبه. عايزينه عشان ايه؟ اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية انضم إلينا هاتفيا للحديث عن تسلم المخابرات المصرية الإرهابي هشام أشماوي من الجيش الوطني الليبي. سيادة اللواء، نرحب بك على إكسترا نيوز، وبرأيك ما دلالة هذا التسلم الذي حدث بالأمس أو صباح أو فجر هذا اليوم، والصورة التي نقلت على الهواء مباشرة لكافة دول العالم حول أن مصر قادرة على استعادة كل من يهدد أمنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا فندم، وتحية لحضرتك وزملاء العمل في الاستوديو، وتحية للمشاهد الكريم. في شوية ملابسات بتوصلنا للي بيحصل النهاردة. الإرهاب بينمو ولا بيتراجع ولا بيتقزم؟ دي نقطة مهمة. التعاون الوثيق بين الدول المحترمة اللي عارفة قيمة الدولة وعارفة قيمة الإنسان، تعاون في مجال جمع المعلومات والسيطرة على أدوات الإرهاب. مدلول تاني بتوقف عنده النقطة، الكلمة اللي زعها السيد الرئيس زعتوها من ثواني، الفرق بين الشخصين تربوا رباية واحدة. هم الحقيقة ما تربوش رباية واحدة، جايز يكونوا هم عملوا في مجال عمل واحد وهو القوات المسلحة، لكن اللي ربى الله يرحمه أحمد منسي غير اللي ربى هشام عشماوي. اللي ربى هشام عشماوي ربى اعدام الادوات الجريمه وهو طفل صغير، غيبوه عن الدنيا، او حتى اذا كانت ربى تربيه سويه لقى ناس تاخده تغيبه عن الدنيا وتفهمه ان هو بيعمل الصح. خد بالك يا استاذ سلمان، احنا بيجي وقت من الاوقات نقول ان ادوات الارهاب لازم تدخل القضاء، يعني كل ما نجهز ادوات الارهاب ونستخدمها في الارهاب تدخل القضاء. فكرك اللي ربى هشام عشماوي ده مش شريك معاه في القضيه؟ اسرته مش شريك معاه في القضيه؟ شريك معاه في المأساة؟ طيب الـ 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 هل الإرهاب هينجح؟ هل أدوات اللي بتنفذ بتشغل الإرهاب وبتشغل الإرهابيين، أجهزة الاستخبارات اللي بتمول وترتب وتفكر وتدفع بهؤلاء الإرهابيين في اتجاه أو آخر أو في مخطط مرسوم وماشي؟ أصل الناس لما بتسمع كلمة مخطط فاهمة إن إحنا بنتوه الناس. لا، في مخطط. أيوة يا 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 مصريين ويا عرب، المسألة الترتيب بقاله مدة طويلة، إن المنطقة اللي تجمعت في توقيت واحد تجمع متكامل ونفذته مهام عسكرية وسياسية مش هتتجمعوا تاني، لازم تتقسموا. وزي ما قلنا إن التقسيم عشان تقسم لازم عندك أدوات، أدوات التقسيم هي الإرهاب المتأسلم. إن الناس المنطقة دي كلها ناس عايشة بالعقيدة، عايشة بالدين، عايشة بالقبلية. عشان كده احنا هنقسمكم بالطريقه دي، وبنقول لكل من هو سامعني ولكل من هو شايف، مفيش ارهابي الا وهيسقط، يا هيسقط قتيل يا هيسقط مجرم وارهابي وسيسلم بشكل او اخر. اللي بأشيد بالدور الليبي والتعاون المصري الليبي في هذا المجال، في مجال تامين الحدود المشتركه بين مصر وليبيا. وزي ما مصر حريصه جدا جدا على أمن المواطن والإنسان الليبي، نفس الإحساس والعمل ومستوى الأداء موجود عند الإنسان الليبي. هم مدركين إن هذا الإنسان مجرم مطلوب، وهم دولة تحترم ظروفها وتحترم القوانين. كلمت هذا الشخص صورة أخرى، بقول للإرهابيين في كل الأماكن الأمر هينتهي وهتسقط، يا إما قتيل يا إما متهم يا إما مصاب يا اما لازم هتسقط. لان الحقيقه ان كانت تجربه الارهاب هي جديده على العالم، تجربه من نوع جديد يدار في العالم عشان تحقق اهداف، ويا اما يثبت فشلها ويا يثبت نجاحها. وحتى الان من 2011 حتى اما الارهاب ادير بشكل او اخر في لبنان من 75 ل 91، اما ادير في بدايه التسعينات في الجزائر، اما بيدار حتى هذه اللحظه في دول الجوار في سوريا وفي اليمن، لا
لن ينجح في تنفيذ المخطط إلا إذا شعب هذه الدولة أتاح الفرصة لكل واحد أن يقسم في بلده. الشعب المصري عاصي على هذا الأمر. الحقيقة الدنيا كلها المفروض تقرأ بقى أن في ثلاث حاجات محدش يقرب من الإنسان المصري فيهم: يتقرب من ديني كنت مسيحي ولا مسلم، ولا تقرب من عرضي، ولا تقرب من أرضي. مش أنت، ما فيش مخلوق هيعلمني ديني، إحنا الناس عايشين بالدين، ودي مشكلة الدنيا كلها. أنتم منين أنتم شايفين البلاد دي عايشة بالدين؟ ومنين جاي مطلعين جماعة متأسلمة عشان تعلمهم الدين وتتولى بمقولة البلتاجي يا نحكمكم يا نقتلكم؟ بقول التعاون اللي تم شيء جيد، المجهود اللي تم بين كل أجهزة المعلومات وأجهزة الأمن في الدولة شيء جيد. بقول إن ارجع أنت يا أستاذ همام، عشان أنا مش ما أقدرش ألغي عقلك ولا المشاهد ألغي عقله، إن الإرهاب بينحسر بينحسر. السينا اللي كانوا هم في يوم من الأيام طموحين، إن أنت فاكر يا أستاذ همام أما غيروا اسم بيت المقدس تحولت إلى ولاية سيناء؟ واخد بالك الاسم كان الأول تخين إزاي؟ أنصار بيت المقدس. واخد بالك بيستخدموا الألفاظ اللي تخلي الناس تعرف تفهم، الناس اللي عقلها على قدها وممكن يتواضع ومش فاهمة اسمها من العمى، تتخيل إن دول ناس بتوع ربنا ورايحين يحضروا بيت المقدس. يا ابني أنت تهت عن بيت المقدس فين؟ بيت المقدس ما أنت عارف فين سكته، ولا أنت عبيط؟ غيروا الاسم إلى ولاية سيناء. الموضوع ده لازم الناس تقف عنده. المصريين هم غيروا اسمهم ليه من أنصار بيت المقدس إلى ولاية سيناء؟ عشان هل بيت المقدس هم حطوه في نفس القدسية مع سيناء؟ هل بقى الهدف كان بيت المقدس وتحول إلى سيناء؟ إنها تبقى ولاية سيناء، ما تبقى ولاية سيناء ولاية مستقلة ملهاش علاقة بالحدود المصرية وملهاش علاقة بالوطنية المصرية، وتبقى ولاية مستقلة، فيبقى لها باع تاني وسكة تانية ونظام تاني. تمام. خلي المصريين وخلي المشاهدين يستمعوا وينتبهوا ويتوقفوا دايما عند هذه النقطة. تمام. ليه غيرتوا اسمكم من بيت المقدس إلى ولاية سيناء؟ سيناء ثابتة ما فيهاش هزار، سيناء مصرية من بداية الكون لنهاية الكون، لها مسؤوليات، مش وطنية وعسكرية وشرطية، لا، ليها مسؤولية أمام رب العزة. كل مصري ماضي على وصف أمان على هذا البلد وهذه الأرض. عشان كده جيلك هيسلم الراية للجيل اللي جاي، زي ما كان جيلي بيسلمكم الراية حاليا، فجيلكم هيسلم الراية للجيل اللي جاي. وسينا زي ما هي 60,000 كيلومتر مربع بحدودها المستقرة تماما. اطمئن وطمن كل مصري وكل عربي بيسمعني النهاردة، بنقول لهم خدوا نموذج من هذا البلد اللي هو يرفض ان هو يتهاب ويرفض ان هو يتقسم. يستحيل سيادة اللواء، يعني ان يذهب رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل الى ليبيا لتسلم هذا الارهابي، بالتاكيد يدل ان هذه العمليه هي عمليه كبيره. لو توضح لنا مدى خطوره هذا الارهابي ومشاركته وضلوعه في العمليات الارهابيه التي كانت تضرب مصر في وقت من الاوقات. خد بالك اما يروح حد من المخابرات العامه يتسلم، هو مش رايح يتسلم بس، هو رايح في مهام كتير بتدار ومن ضمنها هذه المهمه. انما يقينا بعض الأهمية بنرجعها لهذا الولد اللي تم القبض عليه، نتيجة أنه كان عنده خبرة في القوات، اشتغل في القوات المسلحة. برضو بقول للمصريين انتبهوا يا مصريين، إحنا ليه أجهزة الشرطة وأجهزة القوات المسلحة بتدقق قوي انتقاء واختيار الضباط، اختيار ضباط الصف، انتقاء الجنود. عندي نسبة من الجنود أنا بتجنبها، لأن هو انطبخ وهو طفل صغير طبخة غبية فيها مشاكل. اللي تم هذا الولد اهميته ترجع انه يعرف معنى السلاح، يعرف معنى التكتيكات، يعرف عشر الارض المصرية اللي تربى فيها، وناس فهموه، اهله ابوه امه واخواته وناس اللي تربى بينهم فهموه انه هو بيشتغل كده صح. هو شخص اسما مهم، اسمه مهم، انما في النهاية هو فرد ضمن مجموعة أدوات بيستخدمها عدة أجهزة، عدة تنظيمات استخبارات في اللي مسؤولة عن اللي بتسعى للعمل والعبث في المنطقة وتقسيمها. ده فرد، هل بالنسبة لهم يمثل قيمة؟ لا، اقلب سقط عشماوي، اقلب اللي بعده، اقلب يبيعوا أي حد. أنت مش خدت قدرتك يا عشماوي؟ مش أنت قبضت وعشت
حياتك بطريقه وانبسطت وبقيت اسمك رنان. بالنسبه للي بيشغل ادوات الارهاب المساله مش فارقه معاهم. واحد وسقط فيه غيره، واحد وسقط فيه غيره، وهكذا. في كتير من المتخلفين وضعاف العقول. الخيانه انا بوعزها وبأسقطها بعد كده على الشخص، انما انا عايز ارجعك للي ربى واللي علم. يا استاذ همام، انت بتتولد وانت طفل صغير، اول ما تتولد انت مهيئ لمعرفه دينك والالتزام به والمشي والسير على تعليماته. اهلك يقولوا لك الجيش ده كافر، الشرطه دي كافره، مصر سينا لازم تتسلم عشان تحل مشكله الناس اللي في الشرق. تطلع قنبله موقوته، تطلع بهذا التخلف. اهميه هذا الولد في ان اذا كانوا بيعتبروه راس الكفر او راس الجريمه او راس العمل او راس الحربه في العمل الارهابي، هو هيجي زي غيره، زي اللي بعده، زي اللي قبله. يعني هو مجرد اداه ودوره انتهى، وحصل على زي ما حضرتك قلت على مكافاتي، ومن المؤكد انهم ايضا يبحثوا على اشخاص اخرين. لكن في كل احوال مصر دوله وشعبا وشرطه وجيشا تحارب بكل ما اوتيت من قوه هذا الارهاب الاعمى. سياده اللواء ناجي شهود المستشار لكم نصر. ولكم النصر يا استاذ همام، لكم النصر بفضل الله. ده وعد الله بالنسبه لنا يا مصريين. طب وصلت الفكره لسياده اللواء ناجي شهود المستشار في اكاديميه نصر العسكريه. شكرا جزيلا لك على هذه المداخله وعلى هذه التفاصيل. إذن أيقن العالم أن مصر بما تمثله من مكانة وأهمية وبما تلعبه من دور محوري في المنطقة تمتلك مفتاحا لحل الأزمات والقضايا التي تعيشها المنطقة، كما أيقن بدورها الكبير في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه. سياسة مصرية ثابتة تجاه القضايا ترتكز على أهداف عدة يأتي في مقدمتها الدفاع عن المصالح العربية وحل الأزمات الإقليمية بشكل سلمي لا يهدم المؤسسات الوطنية ورفض كل أشكال التدخل العسكري أو التقسيم، بالإضافة لدعم جهود مكافحة الإرهاب. القضية الفلسطينية تأتي على رأس القضايا، حيث تؤكد مصر على موقفها بدعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإعلان دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وخلق الأرضية الملائمة لإحياء عملية السلام والدفع قدما بتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني والتعامل بجدية مع التحديات الإنسانية في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولحل الأزمة السورية تؤكد الدولة المصرية على موقفها المتوازن للحفاظ على مؤسسات الدولة ودفع المصاري السياسية على أساس عملية جنيف، مع ضرورة الانتهاء من الإجراءات الرامية لبدء عمل اللجنة الدستورية. واستضافت مصر منذ بداية الأزمة الليبية العديد من الاجتماعات لحلحلة الأزمة المستمرة منذ سنوات بهدف توحيد المؤسسة العسكرية والتصدي لخطر الإرهاب، الأمر الذي ساعد الجيش الوطني الليبي بالتقدم في جميع الجبهات والسيطرة على كامل حدود البلاد، كما شاركت القاهرة بفاعلية في اجتماعات دول جوار ليبيا التي تهدف لتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبناء المؤسسات السياسية الليبية. وحول الأزمة في اليمن، عبرت مصر عن إدانتها الشديدة لممارسات ميليشيات الحوثي في سواحل البحر الأحمر وانتهاكاتها للحدود السعودية، مؤكدة على موقفها الداعم للشرعية، كما أرسلت العديد من شحنات الدعم الإنساني من مواد غذائية وطبية للمدنيين اليمنيين المحاصرين بسبب الحرب. ولاستعادة الاستقرار في المنطقة اتخذت مصر موقفا حاسما من الجماعات الإرهابية، وطالبت بوضوح بإدانة الجهات والدول التي توفر ملاذات آمنة لقيادات الإرهاب وملاحقة شبكات تمويله، وتبنت خطابا لمواجهة الفكر المتطرف وقطع الطريق أمام تجنيد الشباب في الجماعات الإرهابية. كما تتبنى الدولة المصرية موقفا ثابتا بأن التنظيمات الإرهابية على اختلافها تمثل تهديدا متساويا، وأنها تستقي أفكارها من منطلق واحد الذي يحض على العنف والقتل وترويع الآمنين واستقطاب المؤيدين عبر تزييف المفاهيم الدينية
لتحقيق أهداف سياسية. وفي مختلف المحافل الدولية حرصت القاهرة على الترويج لمقاربتها الشاملة في محاربة الإرهاب لمحاصرة هذه الظاهرة من مختلف النواحي الفكرية والتنظيمية والمالية.